ازيكم يا امارات؟ النهارده في الحلقه بتاعتي هقولك ازاي تعملي بادي ميست او سبراي للجسم، ريحته حلوه قوي، هيدينا ريحه قويه وثابته وكمان ترطيب للجسم، وكمان لو عندك مناطق غامقه فيها تصبغات، فيها اسمرار في الاندر ارم، البيكيني، الكوع، الركب، هقولك على وصفه طبيعيه حلوه قوي قوي عشان تضيعي كل الاسمرار ده. بس هقولك على شويه تيبس كده في الاول عشان تخلي ريحه جسمك حلوه، وخاصه ان احنا في فصل الشتاء. يلا معايا. اول حاجه يا امارات، عشان نخلي ريحه جسمنا حلو كده ومهفهفين وريحتنا حلوه، لازم تاخدي كل يوم شاور. انا عارفه ان الجو برد ومكسلين وقاعدين تحت البطانيه، بس لازم تاخدي شاور كل يوم، تاخدي بقى الصبح، تاخدي شاور قبل النوم، مهم قوي النقطه دي. تاني خطوه يا امارات، لازم تهتمي بغسيل الشعر مرتين في الاسبوع، ولازم تهتمي بتنظيف الفروه بتاعتك لان هي بتكون فيها بكتيريا، فمهم جدا عشان تخلي ريحه شعرنا حلوه. تالت خطوه، لازم تختاري الجيل شاور بتاعك يكون ريحته حلوه، دلعي نفسك كده، اختاري ريحه الورد، ريحه اللافندر، حاجه تكون ريحتها حلوه. رابع خطوه بقى، لازم اللوشن او الكريم يكون من نفس نوع البرفيوم اللي انت بتحطيه، يعني تضارب الروائح دي ما بتبقاش لذيذه قوي، على قد ما تقدري تعملي كده تناسق في البرفيوم اللي انت بتحطيه، وكمان ريحه اللوشن او الكريم تكون مناسبه مع البرفيوم بتاعك. الخطوه اللي بعد كده يا امرايه، هقولك اكتر وقت ترطبي فيه جسمك وتاخدي ترطيب حلو قوي وترطيب عميق وجسمك مندي، لازم يكون الجسم مندي، ما ينفعش ترطبي وتحطي الكريم بتاعك او الاويل بتاعك على جسم ناشف. وكمان هقولك على تركايه حلوه قوي، رطبي جسمك الاول بالبيبي اويل وبعد كده استني شويه وحطي الكريم، ده هيدي ترطيب عميق قوي قوي لجسمك. وكمان لو عندك بودره اطفال، ولو بودره اطفال يعني ليها ريحه هتبقى حلوة قوي، هتدي ريحة كويسة جدا في جسمك وثابتة، وهتحسي ان ريحة جسمك ماشية كده فواحة على الارض. وخلي بالك وانتي بتحطي البرفيوم، تحطي البرفيوم ما تفركيش البرفيوم، احنا بنحط البرفيوم في اماكن النبض وبنعمل الحركة دي بس، لكن تفركيه هيضيع ريحة البرفيوم من جسمك. تعالي بقى دلوقتي اقولك ازاي تعملي بادي ميست الجسم او سبراي يخلي ريحة جسمك حلوة وترطيب حلو قوي. تاخدي كوباية صغيرة من مية الورد، بعد كده هنحتاج معلقة صغيرة من الجليسرين الطبي، نعمل ميكس كده للسبراي بتاعنا. وهتحتاجي من اي محل بتاع برفيوم، برفيوم خام، اي برفيوم انت طبعا بتفضليه. هنحتاج نقطة او نقطتين. عملنا ميكس للسبراي بتاعنا زي ما انتوا شايفين، هنحطه هنا دلوقتي في البخاخ. عايز اقول لكم الريحة تجنن تجنن، يعني انتوا لو معايا دلوقتي وشمين الريحة واو، يعني زي ما انتوا شايفين كده. ده تستخدميه بعد الشاور وجسمك مندي، الريحة تجنن يا بنات، مش قادرة اقول لكم. وكده هتكوني عملتي احلى وارخص واجمد بادي ميست للجسم، ريحته تحفة، ده صالح معاكي عادي مفيش اي مشكلة خالص، حطيه في التلاجة وتحفة تحفة بجد يا بنات. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن وصفة طبيعية عشان تقدري تفتحي بيها البيكيني، الاندر ارم، الكوع، الركب. وصفة طبيعية سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وكمان المكونات موجودة عندنا في البيت. احنا محتاجين كربونات الصوديوم، احنا بنقول عليها كربوناتو، ونص ليمونة. الكربونات يا بنات من الحاجات الحلوة قوي قوي اللي بتفتح فعلا المناطق الغامقة اللي موجودة في الجسم، بس عايزة انبهك لحاجة، يعني كتر استخدامها مش حلو، استخدميها مرة في الاسبوع، مرة كل 10 ايام عشان ما يكونش يعني في ضرر عليكي. هنجيب نص ليمونة ونعمل الكربوناتو، وعلى مثلا منطقة الكوع هنفرك حركات دائرية لمدة دقيقة، وهتسيبيها على المنطقة الغامقة في جسمك لمدة 5 دقايق، بعد كده تشطفيها بالمية الفترة. ومهمة قوي قوي بقى وانت بتعملي الوصفة دي، لازم تعملي اختبار حساسية، لان ممكن الكربونات والليمون تعمل للبنات شوية حساسية، فاعملي اختبار كده على الجسم هنا في المنطقة هنا، وخمس دقايق كده او 10 دقايق مفيش احمرار مفيش تحسس، خلاص اعملي الوصفة وانت مطمنه. واهم حاجه بقى يا امارات الترطيب، لان الكربوناتو بتنشف شويه، وبجد النتيجه حلوه قوي قوي. يا رب النهارده الحلقه تكون عجبتكم، اعملوا كل الخطوات دي وجربوا البادي ميست والوصفه الطبيعيه، واكتبوا لي في الكومنتس. باي باي.